المرة الأولى كثير خفت وكثير خفت، وهذا الشيء بين على صوتي بالبرايم، ما غنيت كثير منيح، مع إنه أنا اختصاصي غناء أم كلثوم بحبها كثير، فصرت عم فكر بالنومينيشن وهيك وهيك، فما غنيت كثير منيح. بس اليوم حسيت إنه ماني نوميني، وبالعكس أعطيت أداء كثير حلو. أنا اللي شايفة على حالي اليوم، وحضوري كان كثير حلو، وأنا مش زعلانة إن أنا طلعت من الأكاديمية أكيد، لأنه هي experience بحياتي ما رح أنساها، وإنه صوتي بيضلوا معي، يعني ما أكيد بدي كفي حياتي الفنية. أنا بالنسبة لي بهذا الشهر إنه أنا تعاملت، أنا بتعامل بطريقة كثير طبيعية، والناس يكونوا يشوفوا هذا الشيء، يعني أنا ما بأخذ بالي بأنه الناس عم تتطلع عليه أو كاميرات، بتعامل كتير طبيعية، يعني أنا بحب الناس كتير، ولما بزعل يعني اللي بقلبي على لساني بنقول نحن، يعني عم حس بشي ما بعرف إدار بداريه يعني، وأنا بقول إنه ما عم بشكر حالي، بس أنا كتير طيبة يعني، وأحاسيسي كتير يعني بحس كتير قلبي، يعني كتير عم يزعل على حدا، لما بيزعل بيزعل كتير، ولما بيفرح يفرح كتير. مروان لا مو كبير كتير، بس كانت قلة احترام شوي مني، عزيز عم بعترف فيها انه يعني ما قدرت انه سيطر على حالي، ويعني فجرت عليه، بس رجعت قدام الهواء وقلت له انه عم سوري خلص نحن اصحابه، ومروان من كثير الاشخاص اللي متقربة لإلهم وكتير بحب. بالعكس أنا لو شفته لما كنت نهضر بالأكاديمي كنت بقلهم إنه علي وما بيلي يستاهلوا، إنه أنا أخديت فرصة، بس كما عم يقولوا غلطة الشاطر بألف، يعني أنا غلطت، وبوقت اللي كان بدي يكون فيه مركزة ما ركزت، بس ما بيل هي أول مرة وعلي كمان هي أول مرة، يعني يستاهلوا إنه تعطاهم فرصة تانية، وكتير غنوا منيح بالبرايم، هذا أول شيء. تاني شيء إنه ما بيل لسه صغيرة، يعني محتاجة إنه يعني تكون بهالمرحلة بالأكاديمي وتدرس خطواتها من هلأ، أحسن لما تطلع. وخفت إنه تكون صدمة كتير كبيرة عليها، إنه أنا تحملت هلأ، بس هي كتير صغيرة، يعني خفت إنه تأثر على حياتها الفنية وعلى حياتها يعني اللي جاي. أكتر سفرة حشتقله صف مدميري، إنه عم حس إنه مثل أمي عم تحكي معي، أو يعني أو بستفيد منها كتير، وبحس إنها عم تخاف علينا، يعني تخاف علينا لواحد درجة. بحب يعني أعمل سبور كتير، ورح أشتاق لمارسيلينو أستاذ السبور تبعي، وأنا سبور أكتر شيء بخليني أحبه كتير، إنه مفجر فيه غضب، يعني لما بكون معصبة أو شيء ما بحب أتخانق مع حدا، أو يعني بنزل بضلني كسر طاقتي بالسبور. أشخاص اللي بقول إنهم ثلاثة اللي رح يضلوا بالفينال، إيهاب ونسيم وسهيل، مش لأنه جزائر المغرب أنه يستحقوا. على تصويت الجمهور اللي راح يصوت له أكتر، بقول إيهاب لأنه عنده شعبية كتير كبيرة، الجمهور كتير بحب. بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد شوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها شايع معروف، نسهان خوة ودرافة، نسهان خوة ودرافة وجمالهم شايع معروف، وشحال يا مغربي واللاف واللي سال يجي ويشوف، بلادي يا قرة العيان والشمس ضوات عليها، عروسة ما بين الشطان تكلم الجبال عليها.